ده قال لي يقول الماتش هناك انتهى 2-1 دقيقة 8 من العشر دقايق اللي اضافهم ادي تاني بيقول له اهو خلاص انا ما كان بقول لهم خلاص دقيقتين 2-2 هناك بيقول لهم طبعا النتيجة هناك 2-2 هنا خروج عواد مع رمضان اهلي حتى الان 74 بونت زمالك بقى 67 توقفت سلسلة انتصاراته اليوم في محطة نادي المصري البورسعيدي اللي ما زلت مصمم انه بيوقع على موسم رائع ومحترم كان هو البدء بالتسجيل في المرتين محمد مسعد ويتعادل محمد ابراهيم وبعدين محمد اشرف ويتعادل باسم مرسي نور الدين بيتكلم مع تاني رحيل